السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخوكم سامح الخوالقة، قناة منوعات رحال. النهاردة ان شاء الله وبإذن الله احنا هنصطاد في المياه العذبة، المياه الحلوة، يعني مستهدفين طبعا السمك البلطي ان شاء الله. النهاردة يا جماعة احنا في رمضان اهو بإذن الله، ده الدور ده بتاعي، هنوري لكم الدور ونتكلم واحنا بنتفرج مع بعض. طبعا دي الشمسيه بتاعتي ودي الجربنديه، ده الدور، المفروض دور الغله المثالي يبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، ميه مفتوحه، الدور ده وراه احنا رامين شويه الغله اهو، وفي حواشين هنا عشان يجمعوا السمك مع العلف. تمام، الدور ده دور غله، بس احنا مش هنشتغل غله بس، طبعا احنا قلنا ان احنا مستهدفين البلطي، قد لما احنا مستهدفين البلطي يبقى دي الطعوم اللي هتبقى معانا، غلة، برغوت، وعجين. وعجين، واسهل طريقة للعجينة يا جماعة ان انت تجيب رغيف عيش وتبله ميه وتعجنه، دي اسهل حاجه. في اضافات تانية طبعا بس بتبقى لسمك تاني، مثلا زي سمك المالح البوري بيحط عليها الزيت والكلام ده، لكن انت بالنسبه للبلطي كفايه ان انت تجيب رغيف عيش بس كده وتعجنه. طبعا احنا برضو عشان هنشتغل على الغله، العجينة برضو تنفع تصفير للايه مع الغلة، هنكور كام كرة صغيرة كده وهنيجي رميها في قلب الدور. وهنبدأ نسمي بسم الله ونتوكل على الله ونشتغل ان شاء الله. خليكم معانا نشوفوا اللي هيحصل معانا باذن الله. بصوا الشباب، احنا معانا عود 3 متر اهو على فله، الخيط ال 35 اساسي، رمال 25. هننزل كده ببرغوت على يمين الدور عقبال ما الغله ايه تشتغل شويه، هنشوف ان شاء الله يعني ايه. خليكم معايا كده نوري لكم الرميه ديت باذن الله. دي كده يعني هنرميها على يمين الدور كده ان شاء الله جنب الحواش ده، وهنسيبها واحده واحده، برضو هنفرد ايه عود الغله نشوف اللي هيحصل معايا. بس هو يعني للاسف يعني ربنا يحفظنا، المايه شكلها زي ما تكون مايه ميته من كتر الضغط اللي عليها من قوارب لكذا لكذا. وطبعا الله يجازي وزاره الزراعه، طبعا بطلت ترمي الزريعه فما عادش فيه خير. بتيجي انت بتعمل دور الغله وبتشقى فيه وبتتعب وبتسرف وما بيجيش معاك ايه نتيجه، انت بتتهيالك ان انت شغال غلط او في حاجه غلط او في ناس احرف منك، لا، القصه ان ما بيبقاش فيه سمك اصلا. ربنا عافينا ان شاء الله خير، خليكم معانا شباب. والدور اهو ان شاء الله بدا يتحرك فيه سمك اهو، يا مسهل الحال يا رب، الله كريم. اول سمكه السنه دي، اول سمكه من على الدور ده السنه دي، اول بلطيه ناخدها السنه دي على البركه، يعني حاجه حته ايه قد الصوبه كده يعني ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله العظيم يا جماعه، ميه زي دي ودور زي ده، الاول من 3 4 سنين كده كان الوضع غريب خالص. انا داخل دلوقتي في ساعه ودي اول حته سمك ناخدها، حسبنا الله ونعم الوكيل.